مسائي هذا اليوم شوطنا السادس وهو الشوط الخاص باللقاية البكار المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا المساء وفي هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. رابع أيام هذا المهرجان الخاص بأبناء القبائل نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط تابع المقدمة والظبي اللي قادت المجموعة حمد بن محمد بن حمود اليحافي مقدما لتحديات الظبي القادمة من السلطنة مع هذا الانطلاق الواضح والباين. نتابع المركز الثاني نتابع سيلة محمد بن سير العوي العامري يقدم سيلة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث غازية لأحمد بن راشد بن غانم المنصوري وعلى مستوى المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات الهبيبة محمد بن عبيد بن راشد المهيري. بينما انطلقنا مع المركز الخامس ومن الجانب الآخر تتسلل مليحة للسلطان بن علي بن خصم الاشتبي مقدما لتحديات مليحة على مستوى المركز الخامس. الخمس المراكز الأولى اللي ابتعدنا ابتعاد كلي بهذا الانطلاق الواضح والباين. نتابع المركز السادس نتابع التقدم لميزة للسيب بن راشد بن فالح الشامسي يقدم ميزة مع المركز السادس. سابع الانطلاقات سابع التحديات الحذرة للسعيد بن مبارك بن حمد بن جهويل المري ولكن ينخطف من الجانب الآخر بتحديات معاني لأحمد بن سهيل بن سعيد العامري مقدما لهذا الاسم. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن تحديات السليمانية لشطيط بن سالم بن راشد الكتبي مقدما للسليمانية مع المركز الثامن. تاسع التحديات ايضا والتقدم والتسلل مع شلفه لمبارك بن صالح من خريده المنصوري ومع المركز العاشر من الجانب الاخر الذيبه فايز بن عمر بن سالم بن عمر مقدما لتحديات الذيبه. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدم. ولكن لنا عوده مع الصداره مع بدايه هذا الشوط مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع المتميز. الكوكب خماسية على مقدمة هذا الشوط ولكن اللي قادت المجموعة من الجانب الآخر مليحة ما قدت لها زاوية والانطلاق أيضا من الزاوية الأخرى تتسلل تتقدم تنطلق مع السياج الخارجي تندفع بناموس هذا الشوط. سلطان بن علي بن خصم الاشتبي مقدما لتحديات مليحة. المركز الثاني الظبي لحمد بن محمد بن حمود اليحافي. المركز الثالث نتابع عسيلة لمحمد بن سير العوية العامري القادمة أيضا من القطاع الجنوبي بتحديات عسيلة على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات تصل في هذه اللحظات غازية لأحمد بن راشد بن غانم المنصوري مقدما لتحديات غازية على مستوى المركز الرابع. وصلت الأسامي وصلت الشعارات وصلت التحديات معاني مع المركز الخامس تتسلل تحمل معاني التحدي معاني الإثارة معاني الفوز بشعار أحمد بن سهيل بن سعيد العامري. ومن الجانب الآخر على مستوى المركز السادس القدوم والتسلل لمنوة حامد بن محمد بن سالمين العامري تصل ايضا مع هذا الانطلاق شلفه لمبارك بن صالح من خريده المنصوري ومع المركز الثامن ميزه للسهيب بن راشد بن فالح الشامسي. بينما انطلقنا مع المركز التاسع بأرضي لفهيد بن محمد بن فهيد الرزق من يقدم هذا الاسم على مستوى المركز التاسع. وعاشر الانطلاقات عاشر التحديات
ارى هني شوق، ارى شوق تتسلل باول ندى لعزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ولوحه الكيلو المتر الاخير غادرناها مع هذا الرقص المسائي الجميل، تحدياتي هذا الشوط. والظبي الظبي الظبي قادت المجموعة، انطلقت بناموس هذا الشوط امالها للسلطنة مع تحديات الظبي حمد بن محمد بن حمود اليحافي مقدما لهذا الاسم. المركز الثاني معاني مع المركز الثاني لاحمد بن سهيل العامري، ومن الجانب الاخر ارى التسلل، ارى القدوم بشعار بن سالمين، ولكن شوق مع المركز الرابع لعزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري القادمة من غياثي في اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، جولة الأوامر النهائية. ولكن أرهني معاني شعار بن سالمين من الجانب الآخر بتحديات هذا الشوط، ولكن معاني صامدة. التسلل لمنوه، تمني النفس لانتزاع ناموس هذا الشوط، لإهداء السلامات لأهالي الخالدين، ولكن معاني منوه. سلام للخالديه، سلام تهانينا لحامد بن محمد بن سالمين العامري المركز الثاني، تاتي معاني لاحمد بن سهيل بن سعيد العامري المركز الثالث، شوق لعزيز بن بخيت بن سعيد بن طيس المنصوري المركز الرابع، تاتي ايضا الظبي لحمد بن محمد اليحافي المركز الخامس، انطلاقه عسيله لمحمد بن سهيل راعي العويه العامري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة، شوط حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، والتنافس ما بين منوه وما بين معاني حتى خط النهاية، ولكن منوه من ظفرت وانطلقت واندفعت بناموس هذا الشوط. تهنينا لحامد بن محمد بن سالمين العامري، والسلامات لأهالي العين، أهالي الروض، أهالي الخالدية، بتوقيت زمني مقدار سبع دقائق 28 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لحامد بن محمد بن سالمين العامري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي أيضا المركز الثاني تاتي معاني بتوقيت زمني مقداره سبع دقائق. هذه لحظات الوصول ايضا 28 ثانية، ست اجزاء من الثانية. تهانينا لاحمد بن سهيل بن سعيد العامري، واللي وصلت مع المركز الثالث شوق بشعار عزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري، توقيتها الزمني 7 دقائق 29 ثانية، تسع اجزاء من الثانية. تهانينا ايضا لعزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري، تهانينا للجميع والناموس.